على سلامتكم، رمضانكم مبروك، مرحبا بكم في بيت الرواية. بيت الرواية في سهرات رمضان يقترح عليكم برنامج دسم من خلال جلستين، مش يكونوا جلستين مع روائيين تونسيين ونقاد. الجلسة الأولى مش تكون نهار الأربعاء 30 ماي، الأربعاء 30 ماي ليلا الساعة 9:30 حول في تيمة معينة اسمها، يعني عنوانها الشخصية التاريخية في الرواية التونسية. ومش نستضيف الروائي حسنين بن عمو، الروائي الشهير حسنين بن عمو، صاحب رواية باب الفلة، الكروسة، والعديد من الأعمال في الحقيقة الرحمانة، ولكن أيضا سوف يكون ضيف بمناسبة صدور روايته الجديدة عام الفزوع، وهذه الرواية الحدث في تونس اليوم. معاه مش يكون روائي كبير آخر اللي هو عبد الواحد براهم. عبد الواحد براهم طبعا صاحب العديد من المؤلفات الروائية، منها تغريبة أحمد الحجري وثلاثية الأندلس وإلى غير ذلك من الأعمال، منها في بلاد كسرى، حب الزمن المجنون، وبحر هادئ، السماء زرقاء، وغيرها من الأعمال. هل اللقاء هذا سيتناول الشخصية التاريخية في الرواية التونسية؟ مش يقدموا الناقد رضا بن صالح، وطبعا بتنشيط الروائي محمد لحباش. نهار الليلة الثانية في برنامجنا مش تكون الأربعاء كيف كيف، لكن نهار 6 جوان، ومش تتناول موضوع صورة الجهادي في الرواية التونسية. واخترنا لهالموضوع هذايا عدد من الروائيين أيضا والنقاد، منهم محمد عيسى المدب، طبعا بروايته الصادرة عن دار زينب والمتحصلة على جائزة الكمار الذهبي جهاد ناعم. في معه سوف تكون الروائية التونسية أيضا المتألقة شادية جاسمي بروايتها رايات سود. هذه طبعا شادية جاسمي صاحبة رواية المصب، وأيضا محمد عيسى المدب صدرت له أعمال أخرى منها في المعتقل وغيرها. هل اللقاء ذا باش يقدموا الناقد والقاص المعروف لسعد بن حسين، وسيقدم طبعا سينشط اللقاء أيضا الروائي محمد الحباش. ندعوكم إلى أن تنضموا لنا في بيت الرواية في هذه الأنشطة الخاصة برمضان، ونتمنى أن نقدم لكم سهرات ممتعة وسمرا أدبيا ممتعا. إلى اللقاء.